العفو دكتور رئيس، احنا هسه المرحله هاي فقط نسميها سجل العد، استماره العد، ناخذ اسماء افراد الاسره ومواليدهم فقط. بعد يوم 22 ان شاء الله راح على استماره الاسره اللي تطلع لنا البيانات الديموغرافيه للاسره. محمد شياع صبار. بس مواليد حضرتك؟ 4/3/1970. الابن او الابنة؟ مصطفى محمد شياع. 5 ذكور؟ وإناث؟ 2. والوالدة؟ والوالدة طبعا. والوالدة خليها 3. 3 إناث. جنابك الوالدة عاشمة. ايوه. ورمت كمين الأسرة؟ نعم. خليها الوالدة. وصلت وقام بوالدتي؟ نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. كمل. لا بالعكس. الله يبارك فيك إن شاء الله. سأل الله توفيقكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.